اهلا بكم مشاهدي عين على البرلمان من داخل مجلس النواب، نتابع ردود افعال النواب حول القضايا البرلمانيه الراهنه وكيفيه عمل اللجان النوعيه داخل المجلس ومقترحات النواب الذين يجمعون لها توقعات مختلف النواب من اجل تنفيذها. مزيد من التفاصيل حول هذه القضايا بينضم الينا من داخل مجلس النواب النائب عادل بدوي نائب المنيا. مرحب بك سياده النائب. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. حضرتك عضو في لجنه الاسكان، ولجنه الاسكان طبعا واحد من اهم مشروعات القوانين اللي بتشتغل عليها اليومين دول واللي بتفكر انها تعمل لها جلسات استماع، هو قانون الايجارات وضبط العلاقه بين المؤجر والمستاجر، خاصه في ضوء العمل الى الان بقانون الايجار القديم. واصلين لحد فين في المساله دي؟ والله قانون الايجارات القديم طبعا ده قانون من القوانين المهمه، وهو يعني احنا يمكن مأجلينه لانه طبعا عايز دراسه قويه جدا، واحنا شغالين عليه لان وجوده عامل لغط في الشارع في طرفين، والطرفين قد يكونوا مظلومين، طرف مالك قديم وطرف مستاجر قديم. في احنا بناخده من كذا شق وكذا اتجاه. اتجاه الاولاني في مستاجرين دول غالقين السكن بتاعهم وهم مسافرين بره، او ان هو عنده املاك تانية، ده هيكون لينا اتجاه معاهم في اللجنه. في عندنا الجانب الحكومي برضه اللي هو مستاجر برضه والمالك، فمن هنحرر عقد الايجار بتاعه ووجهات النظر موجوده. اما هناك في المستاجر اللي هو ظروفه صعبه جدا وما زال ما اتحركش من مكانه، فانا متجاي برضه كنائب هنا برضه ان انا عشان خاطر ان انا ازود القيمه المضافه، وان انا اطرد الملاك من اماكنهم المستاجرين اللي هم ظروفهم الدخل بتاعهم محدود. ففي مشروع من القانون كده، مشروع قانون متقدم بيه نائب اسماعيل نصر الدين، جمع عليه توقعات حوالي 115 توقيع من مختلف النواب. حضرتك شفت مشروع قانون؟ شفت قانون، بس انا يمكن احنا في حته بس، لن نحرر عقد الايجار للناس الفئه اللي هي صعبه جدا. انا ادي له ازود له شرايح الاسعار بتاعته، لكن لن يتم تحرير عقد، لان لو عملنا اللغط ده في الشارع هيسبب مشكله في الفتره اللي جايه. القانون بنتقن شرايح او مراحل وقتيه، يعني 10 سنين برضه 10 سنين. انا اقول لحضرتك انت بنتكلم، يمكن نكون بنتكلم في القاهره ومدن اسكندريه، لكن كلمني انا على 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 دايره زي دايره مثلا بتاعتي انا في بن مزار مطاي. اغلبيه الناس زي ما هم ما اتحركوش، لا هم بنوا بيوت ولا عندهم دخل، واغلبيه اللي قاعدين ما زالوا اسر ايتام وناس. فانا ما اقدرش ان انا ازف هذا القانون لما كنت ليه دراسه، ما اقدرش احرر عقد الايجار حاليا.